انه نحن بنعرف المقامات الغنائيه العربيه، كورد وحجاز ونهوان ورست وبيات وصبا، هل المقام العراقي هو مقام ثامن ام هو مقام خلطه من هذه المقامات فتشكل نوع من الموسيقى الطربيه الجديده سميناها المقام العراقي واعطتها هذه الخصوصيه؟ استاذ جمال، السؤال سؤال عميق الحقيقه، لانه يعني يندر انه يكون بهالصيغه السؤال، يعني به تفرعات كثيره الحقيقه. لكن مع ذلك اعتقد احنا سبقنا كان يعني الاسبق ان نتكلم عن المقام العراقي اصطلاحا. نعم. لماذا سمي هو اساسا؟ لماذا سمي او اقترن بالصفه الاقليميه المقام العراقي؟ هذا هو السؤال اللي يقودنا الى، يعني هذا هو الموضوع يقودنا الى هذا السؤال، لانه سؤال مهم الحقيقه. المقام العراقي في الحقيقه لا يناظر مثل ما نقول المقام المصري او المقام اللبناني او المقام التونسي، لا يناظر من حيث مضمون الاصطلاح، وانما لانه المقام العراقي بين قوسين، يعني انت ما تقدر تقول المقام لوحده، لابد ان تقول المقام العراقي. هو المقام العراقي يمثل التراث الموسيقي العراقي، فاقترانه بالصفه الاقليميه مو مثل ما تقول المقام، لان كل المقامات العربيه هي موسيقيه. احنا هم نجلس على سؤال اين هي المقامات السلالم الموسيقيه واين السلالم الغنائيه. فالدول العربيه بعد شوي عن هذا الموضوع، السلالم الموسيقيه والسلالم نعم. الغنائيه، ما الفرق بينهما؟ بس خلينا هو نكمل. نعم. هو الحقيقه الدول العربيه كلها سلالم موسيقيه، التراث فقط هو السلالم الغنائيه. يعني غرب اسيا خلينا نفترضها بلادنا، يعني لا غرب اسيا غير العربيه كلها، يعني فارس كلها وتركيا. سلالم غنائيه. نعم. كلها سلالم غنائيه، لان غالبيتها العظمى هي تراثات الشعوب اللي موجوده في غرب اسيا. احنا المقام العراقي، القدود الحلبيه، المقام العراقي يناظر مضمون القدود الحلبيه، يناظر الميجن اللبنانية أو غيرها كتراث، أو يناظر البلدي المصري، أو يناظر المألوف التونسي، هذه كلها تناظر المقام العراقي. إذا الاصطلاح الصفة الإقليمية هي مو مثل ما اصطلاحات الصفة الإقليمية لبلدان أخرى، مو بالضرورة. هذا هو القصد. فإذا هو خاص. نعم. يعني مو ثامن مثل ما تفضلت. إذا هو خاص في جغرافية العراق، لكن يقال انه في يتشعب منه 100 مقام او 100 كثير مقامات، منها تؤدى نتداولها في بغداد، نتداولها في الشمال، نتداولها في العراق بشكل عام، وفيها تفرعات كثيره. هاي مساله طبيعيه. طيب يعني بين المالوف والقدود والمواويل اللبنانيه والعتابه والميجنه، ليش محمد عبد الوهاب موسيقار الكبير بيقول انه كل الغناء العربي في كفه والمقام العراقي في كفة أخرى لوحده؟ الغناء العراقي بشكل عام ليس فقط، لماذا المقام ميز العراق بهذا الشكل وهو الخبير والعلامة يعني بهذا الموضوع؟ هو يقصد بالضبط نفس القصد اللي أنا دا أقوله، أنه إحنا العراق جغرافيا، مهينا المسألة، العراق جغرافيا واقع تماما في وسط بين الوطن العربي، هو في أقصى المشرق العربي وبين حدود غرب آسيا من غير العرب، الفارسية والتركية، إيران تركيا، عندنا حدود لا. معاها كبيرة جدا، يعني آلاف الكيلومترات. صحيح. باقي حدودنا مع الوطن العربي. صحيح. فهل موقع الجغرافي خلى الاتصال الثقافي مع غرب آسيا بشكل مباشر بالنسبة للعراق، خاصة والدولة العباسية كانت تحكم في العراق؟ لا. يعني وثانيا أكثر بعد سقوط العباسيين 656 هجرية 1258 ميلادية، ومن هالتاريخ إلى عام 1958 تاريخ الجمهورية العراقية، يعني سبعة قرون بالتمام والكمال. 700 سنة ضل هذه المرحلة، شو سميها؟ سموها المؤرخين الفترة المظلمة.
ضياع لانه العراق يكاد يكون طب 700 سنه اكيد فقدنا بيكون اشياء كثير يمكن في غيرنا سرقها بيكون طبعا من الناس اللي احتلت يعني العثمانيين اقوام كثيره احتلوا حتى بلاد فارس العثمانيه طبعا فاني المفروض اخذوا مننا مش اعطونا هم العثمانيين جزء من هالفتره هذه المظلمه الفتره اللي سماها المؤرخين يعني العراق بالذات ليس فقط الوطن العربي حتى الوطن العربي طبعا لكن العراق بالذات لأن هو كان الحكم به يعني الدولة العباسية تحكم في بغداد ولهذا السبب هاي سبعة قرون بالتمام والكمال 1258 1958 بالتمام والكمال سبعة قرون اعتبرها يعني إلى نهاية العهد الإنجليزي في العراق من 17 إلى 58 هذه كلها فترة مظلمة فأنت عليك أن تصور إيش قد أقوام حكمة العراق المغول التتار الجلائريين دولة الأققويلو دولة القرقويلو وبعدين الصفويين إلى العثمانيين للإنجليز يقال أنه تيمورلنك أحرق مكتبة بغداد يعني هل أحرق معها أو كل هذا التراث اللي ممكن يكون موجود أستاذ جمال أنا شخصيا بالواحد وثمانين كانت عندي حفلة في غرناطة في إسبانيا وفي مدريد طبعا بس رحنا إلى الأندلس وودونا زرنا المكتبة مال غرناطة أو مال يعني فأكو جناح كبير للغاية كبير جدا يعني ما تخلص أنت بيوم واحد وكذا هذا كله كتب الدولة العباسية فما يعني يقول لك أنه أحرقت ما أحرقت أو سرقت رميت بالنهر هذا كذب كلها أخذوها الكتب موجودة مالتنا وهم درسوا وهم تعلموا منها وأخذوا العلم كله من هالمنطقة هذه لأن الدولة العباسية كانت في عصرها الذهبي دكتور شعوبي نعم ليش بيقولوا للي بيغني المقام العراقي بيقولوا له قارئ نعم مش مطرب مش مغني وهو نعم. مع أنه موسيقى وغناء مفروض. أكثر قراء المقام العراقي نعم. قبل من يمتهنون المهنة بقراءة المقام كانوا هم قراء للتلاوة القرآنية نعم. أو للقراء للمواليد النبوية نعم. فكانوا يعني نفون أن واحد يقول له أنت مغني أو مطرب لأن هم ارتبطوا ارتباط كلي بالقراءة التلاوة القرآنية أنت مغني أو مطرب أو قارئ أي قارئ يفضل أن يقولوا له قارئ لأن هو قارئ قرآن وقارئ منقبة نبوية وقارئ مقام ولهذا حتى مو بس هذه يعني أكثر قراء المقام عندما يصل إلى البستة يعني إلى الأغنية اللي ما بعدها يتركها للفرقة الشالغي ما يغنيها وياهم للفرقة معاهم ما يغني وياهم هاي بالبداية يعني كانوا فقط يقرأ المقام أيوة. وينتهي دورة أما البستشية اللي موجودين وأكو واحد بستشي يعني زي الكورال يصيروا أي هم أكو واحد بستشي بزمن من كانوا شو اسمه أكو واحد اسمه خضرون هذا هو كان البستشي اللي موجود هسه لو شوف هسه الشارل البغدادي أكو بستشية يعني يقرون البستة صوتهم مميز مثل الخضرون بذاك الوقت الوالد شعوب يعني ابراهيم طبقاته عاليه الواحد شعوب ابراهيم بالبستة مميز بس شو هي مميز. البستة شو معناتها البستة هي الاغنيه المصاحبه للمقام العراقي اللي مواصفاتها الفنيه هي مذهب وكوبليه تقريبا المذهب والكوبليه متشابهين بالاداء مثل ربيتك صغيرون حسن شيمالي والي هاي البستات اللي كانت تغنى او تقرا او تنشد بعد نهايه المقام مقام البيات انتهى يعني يغنون القارئ بيقول المقام وبس يخلص هو بيردوا الفرقه الثانيه هم الشالغي هم الفرقه اللي موجوده الشالغي الشالغي البغدادي الشالغي هي عباره عن فرقه مصغره بسيطه مكونه من كم جوزه وسنطور ونقاره وطبله ورق عم نشوفهم هون طيب خلينا نشرح كل آلي شو هي الجوزة هي نواة ربابة أو نكمان أو شو الجوزة آلة موسيقية وترية مصنوعة من جوز الهند نعم الصندوق المصوت للآلة هو مصنوع من جوز الهند لا أربعة أوتار أربعة أوتار نعم. وبيها زند يعني وبيها هي كمان زند ومفاتيح للنصر يعني كمان
الكمن اي بالضبط هي اشبه بالكمان بس البدائية. الكمان بالكتف هذه على الرجل حتى بالجزائر بيعزفوا على الكمان يعزفون انا شفت المغرب العربي كله يعزف هذه وال وينها جوزة والقوس وهذا تشبه الربابة يلي هون لا ما تشبه الربابة السنطور السنطور اللي هو القانون لكن مع مضارب لا السنطور آلة قديمة ترجع تاريخ العصر البابلي من الآلات الموسيقية القديمة أقدم ظهور لها باحتفالات الملك نبوخذنصر وجدت هاي الآلة موجودة في تلك المرحلة سمعتوا شو عم بيقول بالآخر أمان أمان يا ريار يا ريار أمان أمان يابا يابا هذا الكلام هل هو عربي؟ أمان كلمة أمان من الأمن يعني عربية بس أنا أريد أقول لك يا ريار يار أيضا كلمة أعجمية بمعنى يا يار يعني يا حبيبي من جاي هاي الكلمة؟ أسرح أقول لك المقام العراقي هو خليط من عدة شعوب ومثل ما تعرف مثل ما تفضل الدكتور قال لك جونا المغول كل هذه الألفاظ كل بس تبقى مسألة كل مقام عراقي له مفتاح بالأداء يعني أنت من تجي على مقام الرست لازم تقول يار 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 تجي على مقام البنجيقات تقول أمان 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 تجي على مقام الحكيمي يا لالي يا لالي هذه المفاتيح لكل المقامات العربية مفاتيح البعض من عندها مفردات عربية وبعض من عندها مفردات أعجمية حتى يميزونهم قبل ما عندهم كان التنويط ونوطة وكذا فكانوا يبيتون هاي الأشياء حتى يحفظوها بهذه المفاتيح اللي موجودة يعني هذا الكلام دخيل على اللغة العربية وصار مثل ما بقولوا امتصته اللغة العربية وأفرزته ورجعت بالغناء مو أنت إحنا قبل كانت اللغة العربية هي لغة الدولة لغة الفكر لغة السياسة لغة القرآن كلها فاستشوف أنت أكثر العلماء والفلاسفة العرب والمنسوبين إلى العرب هم كانوا يكتبون باللغة العربية يعني هي كانت اللغة السائدة يعني الكندي عنده 113 مؤلف باللغة العربية الفارابي 113 الكندي 284 ابن سينا 913 كلها باللغة العربية فهذه مسألة المفردات اللي موجودة بالمقام العراقي هي تحبيب من قبل القارئ للوالي للسلطان طيب في حتى بالمقامات كمان في جهارقا درجيقا هذه هاي مقامات بالتسمية المقامات الدوغا واليغا والدوغا والسيغا والهذي أكو راح أعطيك فد مختصر لتعليل المقام العراقي ليش مختصر فسر لي يعني مثلا تخضع بعض المقامات العراقية في تسمياتها إلى عدة تعليلات البعض من عندها نسبة إلى الأقوام مثل الأقوام اللي كانت بالدولة الإسلامية مثل مقام الكرد مقام العجم مقام العراق مقام الحجاز البعض من عندها على أقاليم العفو الأقوام الكرد والعجم وغيرها بالأقاليم تجي مثل الحجاز تجي على بعض القبائل مثل مقام الجبوري مقام البيات البعض من عندها المنصوري والإبراهيمي نسبة إلى مشاهير وأعلام الموسيقى بذاك الوقت يعني كان يجي شخص هو يبدع ويسموه على اسمه أي مثل ما يعني البعض من عندها بهالشكل والبعض من عندها لنتاجه الكبير يعني المنصور بن زلزل أحد رموز الثقافة العربية في الموسيقى سموه باسم مقام على المدن أورفة مقام الأورفة إلى مدينة أورفة مدينة أصفهان أيضا سمي مقام يعني أنا بفهم أنا أنه مقام الكرد راح على الأكراد مثلا لا ما لا علاقة مقام الكرد أكثر من يغني هم الهنود يعني شوف أكثر أغانيهم طب الأكراد قد أثروا بالموسيقى هم بسموا حتى يثبتون هاي المقامات ما عندهم مثل هسه الميجر والماينر والتسميات الحديثة سموها على أسماء المدن وأسماء الأقوام وأسماء الأقاليم وأسماء العشائر وأسماء هاي اللي تقولها اللي هي أعجمية الدوغا والبنجيغا والسيغا لأنه في حتى أوتار العود في الدوغا واليغا يعني حتى أسامي الأوتار بيقولوا هذا أي قبل أوتار العود كانت بالعصر كانت العباسي كانت مقامات يعني الوتر هو المحل ما بيبلش المقام المثنى
والمثلث والبوم والزير. نعم. أربعة أوتار كانت بزمن زرياب يعني كانت. نعم. بعدين زادوا الخامس وإجا أضاف الوتر الخامس زرياب يعني بذاك الوقت وزرياب له دور كبير. يعني هاي التسميات قبل المثنى والمثلث هاي عربية. والبوم والزير. بوم لأنه هو صوته غليظ بيعمل بوم. أي هذه. والزير الحاد. دكتور حسين. أيولي. بيعتمد المقام العراقي بس على القصيدة أو في كلام محكي وبسيط يمكن لعامة الشعب؟ لأنه القصيدة مش دايماً بيفهمها عامة الشعب، يعني منحسها للمثقفين أكثر. ست حبيبة، هذا هو موضوع همنا مهم يعني، وهم برأي خاص. يعني أنا أعتقد بقاء كيان المقام العراقي في الساحة الغنائية شامخاً هو سبب القصيدة الفصيحة. هي هذه ما حد منتبه لها بس هي حقيقة. يعني القصيدة الفصيحة تخلي الطبقات الراقية تسمع المقامات العراقية. ثانياً هناك مقامات أخرى تغنى بالشعبي. فإذا هو المقام العراقي، قبل البارحة يمكن سألني أستاذ جمال قريب من هذا السؤال، أو أستاذ جورج السيد المخرج اتطرق إلى هذا الموضوع. فهو المقام العراقي يستمع إليه من كل طبقات الشعب، من كل فئات الشعب، من البسيط الشعبي إلى الملوك. البعض يعتقدوا أنه بس هذا بالقصور يغنى، كنا هيك طبعاً فكرة يغنى يعني علات القوم بيسمعوا هالطرب هيدا. نعم. الملك كان يبعث عن بعض المغنيين المقاميين يسمعون، أو نوري باشا يبعث إلى بعض المغنيين عنده بالبيت يغنون مقامات مثلا. فإذا الطبقات الراقية والسياسية وغير السياسية والعليا خلينا نقول عليها مع الطبقات الشعبية كلها تسمع مقامات عراقية. بدليل الشعبية المقاهي البغدادية. نعم. المقاهي أنا بديت في مقهى المتحف البغدادي. أنا بديت بدايتي هناك كانت مقهى المتحف البغدادي اللي كانت أسبوعيا يؤدى بها المقامات العراقية. فهذه ملاحظة مهمة أنه الشعب كله ممكن أن يستمع إلى المقام العراقي. ويستمع إلى القصيدة وبيتعلم ويتثقف. طبعاً. دائماً يتداول اسم القبنجي. من هو القبنجي ومن هم هؤلاء الأشخاص الذين اشتهروا بأداء المقام العراقي على مدى القرن العشرين كله؟ لأنه حتى 1920-25 بدأت التسجيلات تتداول بين الناس وصلنا نسمع الأغاني من إلى وليس فقط بالمباشر. الأستاذ محمد القبنجي الله يرحمه هو عاش يعني عمر حوالي 88 عام. أنا أعتقد محمد القبنجي هو أكثر مطرب عراقي مقامي رفض المقام العراقي بالحياة تماما. شو عمل؟ رفض؟ رفض رفض, رفض. يعني ضخ رفض. أضاف أضافة طبعا وهو طبعاً. بين الدال والضاد في فرق المعنى. وهو رائد الحداثة في المقام العراقي في خلال القرن العشرين. وأنا الماجستير مالتي بحث عن الحداثة في المقام العراقي وهو كان الرائد الأول في هذا الموضوع. أنت عندك دكتوراه من جامعة أمريكية؟ لا، هاي الدكتوراه من الجامعة العربية لشمال أمريكا. شمال أمريكا. أما الماجستير وأيضا الماجستير من الجامعة العربية لشمال أمريكا. صحيح. شو كان موضوع الماجستير؟ الماجستير عن الحداثة في المقام العراقي. طبعا هو كان صلب الموضوع هو محمد القبنجي الحقيقة لأن هو رائد الحداثة. يعني هو لأنه واجه مرحلة زمنية، يعني ثقافة مرحلة. هو واجه بدايات الاسطوانات والتسجيلات وصارت اسطوانات يسمعوها بالمقاهي وغير المقاهي. 78 لف الوسط وبعدين الصغيرة 45 وبعدين يعني صار فيه تطور تقني. نعم. انتشر الاستماع، انتشر يعني في المقاهي يحطون اسطوانة ويسمعون. صحيح. يعني حتى مرة واحد قال للقبنجي، القبنجي ما يقبل يجي يغني. قال لا تجي نجيب احنا الاسطوانة نروح نسمعها. يعني مثلا فد نكتة في وقتها. فهذه المسألة القبنجي هو أكثر من أعطى للمقام العراقي. في تسجيلات كثيرة بصوته ولا أي موجودة؟ موجودة كثير.
موجودة اسطوانات عديدة بالعشرينات عن طريق الشركات الألمانية. وين كان يسجل؟ وراح الألمانية. راح ألمانيا. إيه في ألمانيا وفي القاهرة أيضا سجل عام 32 سجل في القاهرة أيضا. زوروا موقعنا alphatv.com، تابع برامجك المفضلة وأحدث المسلسلات على قنواتنا. اشترك الآن أو اتصل على الأرقام التالية. ألفا، قنوات الأسرة العربية.